عايز اموت كل اشكال الميكروبات كلها كلها. ده اسمه تعقيم sterilization. طبعا بحتاج اعقم حاجات كتير في المعمل، محتاج وسيله للتعقيم. طرق التعقيم كتيره يا صديقي، منها تعقيم كيميائي وتعقيم فيزيائي. التعقيم الفيزيائي زي التعقيم بالحراره وبالاشعاع وبالفلتره. التعقيم بالحراره زي تعقيم جاف وتعقيم رطب. التعقيم الجاف اللي هو حراره عاليه عاليه، يعني تحط الحاجه في درجه حراره 160 لمده ساعتين كده اتعقمت يا بطل. هو ده فرن الهواء الساخن، هوت اير اوفن، بيسموه فورسد اير سيركيوليتنج اوفن. بحتاج اعقم فيه حاجات كتير في المعمل زي الزجاجيات، اطباق بتري، فلاسكس، بايبيت، انابيب، باودر، اي حاجه ميتال معدنيه. بقى صاحب فكره التعقيم بالحراره دي هو العالم لوي باستي. مكونات الفرن كالاتي: الاكسترنال كابينت، ده كفر او غلاف ستانلس ستيل بيغلف الفرن من بره. جلاس وور انسوليشن، دي طبقة عازلة بين بودي الفرن وما بين الحجرة الداخلية علشان لما الفرن يشتغل من بره ما يسخنش. والانر تشامبر، دي الغرفة الداخلية معمولة من الستينلس ستيل. والاير هيترز، سخانات هواء كل جنب فيه سخان. والموتور بلاور، دي زي مروحة بتوزع الهواء في جميع انحاء غرفة الفرن. تمبريتشر سنسور، ده بيقيس الحرارة بتاعت الفرن باستمرار ويعرضها لك في الشاشة بره. تمبريتشر كنترولر، ده بيتحكم في درجة الحرارة اللي انت عايزها، رينج حرارة من 50 ل 300 بتتحكم فيه بتمبريتشر ريجوليتور. حرارة عالية اه، بس ما تسيحش الحاجة وما تشعلش نار، يعني الحاجة اللي جوه مش هتولع. نيجي لفقرة المعايرة، اعمل له كنترول ازاي؟ اعرف منين انه بيعقم وماشي صح؟ اولا البيولوجيكال انديكيتور، بحط له عبوه فيها بكتيريا وادخلها دور التعقيم وبعدين ازرعها. المفترض انها ماتت وما تطلعش نمو، كده الفرن زي الفل. اما لو نمت وكبرت معناه انك ما عقمتش كويس. والكيميكال انديكيتور، براونس تيوب رقم 3 خاصة بالفرن، بتدخلها دورة، المفترض بيتحول لونها من الأحمر للأخضر، كده اتعقمت يا بطل. لكن لو ما تحولش يبقى ما اتعقمتش. الفرن ليه درجتين حرارة علشان تدخل أي حاجة دورة تعقيم، إما على درجة حرارة 160 لمدة ساعتين أو 180 لمدة ساعة. حلقة بسيطة، حلقة لطيفة لجهاز مهم. سلام.